اسم سماح دايما هو عنده مشاكل، ممكن تكون عاطفيه او ما اعرفش، بس هي او ممكن تكون تعبانه نفسيا، لازم اللي اهل البيت يحسوا بيها، لان سماح منعزل عن العالم وزي ما يكون عايزه حد يطبطب عليها بحنيه، وده مش حاسين بيك يا سماح انا اسفه. ولازم يا جماعه الرحمه في داخل البيت، لازم نكون رحماء في داخل البيت، مش لازم اكون بره رحيمه على صاحبتي وصاحبي واهل بيتي، مش رحيمه عليهم. على فكره من يعني مش هقول من الكبائر، ولكن من اكبر الطاقات السلبيه، يقول لك الاقربون اولى بالمعروف، عاطفه، رزق، ود، اي حاجه الاقربون اولى. انا بشوف ناس دلوقتي الحنان كله بره والعاطفه كلها بره، والاهل البيت بيتعاملوا معاهم كانهم يعني كفره، انا مش فاهمه وكده، انت مش راجل او انت كده مش كويسه. اهل البيت اهم واولى بالحنيه، وده كلنا على فكره.